السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل، صنعاء تعلن جاهزيتها لتأديب السعودية، وإلى التفاصيل. أكدت القوات اليمنية أنها في أتم الجاهزية والاستعداد لتنفيذ تهديدات قائد حركة أنصار الله عبد الملك الحوثي للنظام السعودي، الذي اتخذ عدة خطوات تصعيدية تجاه اليمن، من ضمنها في القطاع الاقتصادي عبر البنك المركزي في عدن. وقال البيان العسكري الذي جاء على لسان العميد يحيى سريع مساء الثلاثاء إن القوات المسلحة اليمنية وبعون الله تعالى على أتم الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة ضد كل الأطراف المساندة للعدو الإسرائيلي، والتي تستهدف الشعب اليمني وتقدم تسهيلات عسكرية للعدو الأمريكي والعدو الإسرائيلي في استهداف الشعب اليمني. وسبق أن هدد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي الأحد الماضي النظام السعودي بإغلاق مزارات وبنوك وموانئ السعودية في حال مضت بحربها الاقتصادية على اليمن، محذرا إياها بالقول: إذا كنتم تريدون الخير لأنفسكم والاستقرار لبلدكم واقتصادكم فكفوا مؤامراتكم على بلدنا. وأكد الحوثي في خطاب بمناسبة العام الهجري الجديد قائلا: لن نقف مكبلين مكتوفي الأيدي أمام خطوات النظام السعودي الجنونية، أو نتفرج على شعبنا وهو يتضور جوعا وينهار وضعه الاقتصادي، محذرا بالقول: إذا تورطتم أكثر سيكون التصعيد من جانبنا أكثر، ولا تعولوا على الأمريكي فهو فاشل. وقال: إن على السعودي أن يدرك أنه لا يمكن السكوت على خطواته الرعناء الغبية، وأن يكف عن مساره الخاطئ، وسنقابل كل شيء بمثله: البنوك بالبنوك، ومدار الرياض بمدار صنعاء، والموانئ بالميناء. مشيرا إلى أن أمريكا تعمل على توريد السعودية في العودة إلى الحرب على اليمن والتصعيد الاقتصادي، معتبرا أن الخطوات السعودية الأخيرة التي من ضمنها نقل البنوك من صنعاء وإغلاق مدار صنعاء طاعة سعودية لأمريكا. ولفت إلى أن صنعاء عرضت على النظام السعودي الإفراج عن طياريه الذين تم أسرهم في بداية الحرب على اليمن مقابل أسرى حماس، ولم يقبل بذلك من أجل العدو. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.